مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد في تغطية جديدة على موقع صدى البلد. الأهلي يطيح بسيد عبد الحفيظ كمدير الكرة ويعين خالد بيبو بدلا منه، والتشخيص الخاطئ يطيح أيضا بطبيب الأهلي، وهجوم شديد من لاعب الأهلي أحمد عبد القادر. تفاصيل وكواليس آخر 48 ساعة في النادي الأهلي ننقلها لكم. 48 ساعة شهد خلالها الأهلي قرارات هامة، ومنها الإطاحة بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ وبطبيب الأهلي أيضا أحمد أبو عبلة. وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد قضائه سنوات طويلة خدم خلالها النادي الأهلي. وتم تنفيذ هذا القرار بعد اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المشرف العام على الكرة بعد الظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، كما انه احد ابناء النادي الذين حافظوا على قيمه النادي وثوابته. وعرض الكابتن محمود الخطيب اثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام كعضو الى مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم وعضوا بلجنه التخطيط للاستفاده من خبراته الاداريه والكرويه في الفتره المقبله. وأيضا قرر النادي الأهلي تصعيد الكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول. ويترأس خالد بيبو قطاع الناشئين منذ 4 سنوات، حيث كان مديرا للأكاديمية لمدة 2 عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحادين المصري وأيضا الأفريقي. كما تقرر تولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، ده فضلا طبعا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها بشكل كبير. وتمت الإطاحة أيضا بطبيب الأهلي، حيث أطاح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطبيب الفريق الأول الدكتور أحمد أبو عبلة خلال الساعات الماضية بعد التنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر. وترجع هذه الإطاحة إلى التشخيص الخاطئ لثلاث نجوم بصفوف المارد الأحمر، وكان التشخيص الخاطئ الأول في اختيار الدكتور أحمد أبو عبلة كولر مدرب النادي الأهلي بعدم إمكانية مشاركة محمد الشناوي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وده اللي خلى المدير الفني يصدر قرار بإراحة الحارس الدولي وإسناد المهمة إلى مصطفى شوبير الحارس الثالث للشياطين الحمر. أما التشخيص الثاني الخاطئ من قبل طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة جاء بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق، حيث أن أبو عبلة أكد أن اللاعب بيعاني من شد في القدم، وتفاجأ كولر أن متولي بيعاني من خلع في الكاحل ويحتاج للغياب لفترة طويلة جدا. أما التشخيص الثالث الخاطئ فهو الخطأ الذي وقع فيه طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة، جاء على خلفية إصابة عمرو السولية نجم خط الوسط في العضلة الخلفية وتقديراته في احتساب الفترة الزمنية لخضوع اللاعب إلى فترة علاج من أجل التعافي والعودة مرة أخرى للملاعب بشكل كويس. ومن ضمن الأحداث اللي شهدها الأهلي خلال الفترة اللي فاتت أيضا هو هجوم أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي على بعض الصفحات الجماهيرية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب عبد القادر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: جمهور الاهلي اكبر منكم يا شويه هايفين يلي بتقبضوا الفلوس عشان تعلوا ده وتوطوا ده، انا موسم كامل ساكت ما فتحتش بقي ومش هفتح، بس في وقت لازم تتقوا ربنا فيه. كتب كمان وكمل كلامه وقال: جو الادمان بتاعكم والفلوس اللي بتتوزع عليكم وقدام عيني، وحد عرض علي اعمل حملات هجوم هكس ولقطة وهتعليك وهتخليك في السماء، ده مش عندي، أنا ربنا بيكرمني عشان أنا عارف أنا بتعب إزاي، وهفضل طول عمري شايف شريف مش بتاع 1000 و2000 جنيه أبيع بيهم كرامتي، فبلاش أنتوا عشان أنتوا لا تمسوا للنادي الأهلي بأي شيء. كمان قال: النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش بس في مصر، فاللي أنتوا عاوزينه ده ما بيعملوش، والأجازة أنا ما عنديش حاجة إلا صفحتكم كلها اللي كلها نفاق ورشاوي، وبقولها لآخر مرة أنا بتاع شغله بس أنا مش بتاع رشاوي. ختم كلامه كمان وقال: وبعدين لقطة تركز جوه الملعب وسيبك منهم، ده رد في الملعب رد إيه؟ ما تنضجوا شوية، لما حد بياخد فلوس ويغلط فيا سنة كاملة وأكتر ويشتم أهلي تقولوا لي رد في الملعب، ولما ترد يقول لك ما تركزي معاهم،
مين قال انهم فارقين معايا اصلا؟ ولو انتوا فعلا عندكم ذره ثقه وقلبكم كان جايبكم ما كانش البوست اتمسح بعد ساعه على طول من اللي انا هنزله. صباح الفل وجمعه مبارك. لكن الصفحات دي ما سكتتش وردت صفحه منهم ونشرت احمد عبد القادر في كلامه، غير انه اتهمنا اتهام صريح مش مبني على اي دليل. اتهم زمايله انهم بيدفعوا فلوس في مقابل ان الناس تدعمهم وترفع من شانهم على السوشيال ميديا. كمان كملت الصفحه كلامها وقالت ده اتهام خطير في زمام زمايله، فياريت احمد عبد القادر زي ما طلع ورد علينا واخد السوشيال ميديا محتواه في الاجازه زي ما وصف يطلع يقول اسماء زمايله دول عشان النادي يتخلص منهم بسرعه، لان العقليات دي ما ينفعش تكمل في النادي الاهلي. بنطلبك تطلع تفضحهم وتفضحنا احنا وكل اللعيبه، ده للناس، واطلع كمان افضحنا لما كنت بتقبضنا اما كنا بنشيد بيك. ومش بس الصفحة دي اللي ردت، لا كمان صفحات تانية كتير ردت على الاتهام الخطير للاعب احمد عبد القادر. في النهاية بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وللاعب احمد عبد القادر وللكابتن سيد عبد الحفيظ. انتهت تغطيتنا مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعات والتغطيات زوروا موقع صدى البلد الاخباري. شكرا لكم والى اللقاء.